يوم عرفة يا إخواني، وما أدراكم ما عرفات، يوم العتق الأعظم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني أكثر من رمضان في العتق من النار. يوم التكفير يمس بسنتين، يوم عرفات وما أدراك ما عرفات، يوم التجلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإنه يتجلى. يوم التجلي، التجلي ده لو جمعنا أحاديثه في السنة كلها هنلاقي أنه ذكر في موقفين: ذكر يوم عرفة، وذكر يوم المزيد يوم الجمعة في الجنة. فمن أراد أن يفوز بيوم التجلي في الجنة فليفوز بيوم التجلي في الدنيا. يوم عرفة يوم شهود الملائكة وشاهد ومشهود، مشهود لم يوصف به إلا يومين: يوم القيامة ويوم عرفة. يوم عرفة يوم دحر الشيطان، يوم غيظ الشيطان، يوم قهر الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الوحيدة اللي وقف فيها بعرفات في حياته كلها، النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر ثم توجه إلى القبلة ثم رفع يديه فلم ينزلهما إلا المغرب.